بسم الله الرحمن الرحيم ومر كلا برنامج كني قرنقسي برنامج كقرنقسي وحا مرتين وقوها هقامية عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وحلال كلا قدسان كسوا قبطي دولده صوماليا دوري طبان كيسان وقدام بيسي هاتنا هقامية حزبها وذا جير عبد الرحمن كسوا دواو برنامج كقرنقسي ودو هيو أما سنتا يوسف حسن هذه هذا نكامد علنيا إن ورصد إيسي سيان وريسي كان إن هذه نواد ما سنتا هاي أوه رأيتي وحاد هقامي أوتا حزب السياسي دالك حالة دو مري واد لسعتا سيدادو أركتا حب صعود كسياسة ذات هاتن أي صومالي كسوغان تاي مرحلة دان بسم الله الرحمن الرحيم ألفي عن رنتي أو هنور كأنيقة حبكي صومالي سياسة دي ذا الوسو وذي لواتكي سنة حبك بدل إن هذا الوقوة ذو حبكا صوءها ضدك إن اللي سكور راديو صوتها أنك وحان هاي دل وجهة يعقب ذو دل اسكو صور نقونية أما دل اسكو إيمانية والاقي يا باسقاشن كي مركان كالتقيني عقب ذا مركز نهيستيني أهايين إنه وجهين عقب ذو دل سيكا للصعودة لكن سومالي دو مركي أبس لاتي دولة نما دا أين آمين تي إن أيغا سرفايفل كودة أما جيرتان كيدا دولة نما أو كجيرو وحي آد أسو غارو سدين إن دولة دو أيتا وحكي ليه ونو دا بدبادي كارا أدون كان عن دولة لأنسل لوغو نولاد أي سنجيرين تاس مركي وحي كان دادكي إن أي أوهي لوبان إن إسكو صور نقضان صور نقشادان واد غاركرتا يوسف وحي لا دهي عقب دا أيضا نفتي دا لا دهي خيارس قبها ديكا لتقانو هدا حتى إن إسكو صور نقضان أي ربان وإني كود هاللان صور نقشة النفتيه. مركا عقبها صور نقشة أنجو حنكو وجهيني سوى هذا لا سي جيتنا سي كومبرمايز تنازل كجور سيدتك إن لسكو صور لويو قلوبته ذا لسكو عارفيو. هذا قال در مركا. نظام كان هذا يمد أفرت سنة هذا كل واحد ذلك حكومة هي وحيلة إمادين وحي الود رغم كل ودمي رغم كل ودمي وحكم ذا وحكم ذا كلا تلسني ماذا إنجو أنا كلا لك ليوبو وحكم ذا إن دتك مانتو دم برباغاندو اي اوريتيشن اي هنونين اي كعدون اي وخي دي دلكان دوميي اونن هدا معنى او سمينين دتك سوماليات ان انان ترده دخد لا دغين ان لا فهمو ودنكين اني جوغان سودن كنو عيدن اجنبي كو دوات اني غولها امانك قرمده مدو ولي اوديس اي قراراديس اي كتليان دلكان وخا سو حدودهين انا ان انا حفديس كين لكن استاذ عبد الرحمن بكل احترام هذوك إن من تلاذ هاي وحي ربان سمستان وددك سيدي جعليين وهنونيان وددك تاقيري اي كاسدان هدي عيدن تهي هدي دد تاقير عادية تهي هدي ورباهين تهي محاقة لده كجيرا حق ديمقراطية محاقة لده كجيرا دل كانوا ولي سانكوشاق عيدن أجنبي هجوغا صوابا كنت إنو عيدن أجنبي أجوغو وإنو أنقنا كالإلاليو ودولد إدافة كلا إلاليو دولد إيكوحاك سور جدو دقال لما يقو لكن وكلا إلاليان وليبا واجوغا هاي واجوغا هاي سوا كنت سوطة سوحيتا عناك إناس آمين سنين وحيينك أجنبي روح جوغو مركا وحا مهمة إن آمين هذا داتك لا ديسو داتكو إن سوكا صوانا دا إلا ديسو داتكو إن كلا إردية ماها داتكو إن كلا سويدو ديسو داتكو إني آمينان سيستم كا إيا دولد نمدا يا لغا ربا تاس إني صوتو waxa ugu weyn anaga nagu dhex jira Soomaaliya hadda waxa way wali waxaan la aaminay maadaama dawladnimadu ay noqotay awood lagu tukari faro oo dadka lagu dulmiyo oo ama dana kooxaysi ama qabiilaysi ama loogu adeego xataa mucaaradkii jabhadaha xataa wuxuu noqday asanaga mid oo qaab beeleysan ku socda asagani si marka dawladnimo iska wada arkayna anaga wada dhisano oo anaga aan ku wada qanacsanahay waa in la dhisaa kalsooni dadka waxaan noqon kartaa dawladnimada aad ku wada qanacsanteen ma in la idin ka qayb galiya xukuumadda ma in ma aragtay la idin kala tashadaa wax walba maxay tahay horta nooca dawladnimada aad ku qanci lahayd dalka anaga waxaan noo muhiimsan dalka hadda nidaam federaal uu qaatay yusuun aad ula socdaa taa siyaasadda Soomaaliya dalkaanu mar waxa jirta hoggaamiyaha kooxda ka talinay oo cidda Soomaaliya laga hadlay ay yihiin dadka qoryaha haysta ee hubaysan hoggaamiyaha kooxda marxalada waxa la soo gaaray dalka in la yiraahdo nidaamka federaalka laga dhigo dowlad goboleedyana la sameeyay dowlad goboleedahaas loona gudbo 4.5 qabiilka inta laga gudbo nidaam xisbiye loo gudbo anagu waxaan qayb ka nahay dadka raba marxalada transitionka laga gudbaayo
qabiilka ee loo gudbaayo hogaamiye kooxeedka ee loo gudbaayo maamulka iyo dastuurka iyo dimuqraadiyadii xisbiyadan qayb ka nahay. Dowladda marka waxaa laga rabay ama rejiimkan hadda meesha yimid tala socotay u imaadeen, ayagu waxba ma keenin. Taladii socotay sidii ay ku socoto wadahadalkii iyo kompromiskii iyo dadka shuraka siyaasiyiin waxa la yidhaha dadka siyaasadda shirkada ku ah ee moogtahay dadna waddankay shirka ku yihiin, dadna siyaasadda shirka ku yihiin. Dadkii marka siyaasadda shirkada ku ahaa inay la tashadaan oo ay talada wax ka geliyaan ma aysan yeelin. Waxaa la yeelay hanaan ka duwankaas oo ah hanaankii kicinta, laakiin haday arkeen siyaasiyiintii inayna wax maqlaynin oo iyaga qudhoodeen in la arko meel kale amar ka qaadanayo oo xor uuna ahayn oo wax xun keliya fiirinayo oo wixii wanaagsanaa la qabto uuna fiirinayn, hadday sidaa u arkeen ka waran iyada nafteeda. Arag inay arkaan muhiim maaha, waxa waaqaca hor yaalaa muhiim. Annaga waxaan rabnaa Soomaaliya intiis aaminto dowlad wada dhisato, waxaa kamid a in dadka talada a wax ka siiso. Talada inaad wax ka siiso waa qeyb kow kamid ah. Inaad ajenda la timaado qaran oo ah see ciidan u dhisnaa, saa uga maarana ciidanka hadda jooga dalkan, ciidan ka adkaa kara ama la heshiin kara kooxda hubeysan ee Al-Shabaab ee naga soo horjeeda, ciidan ilaali kara constitution orderka ama nidaamka dastuurka ilaali kara, see dastuurkeena 20 sano qabyo yahay soo ma, see u dhammaystiri karnaa dastuurka, maxayn caqabadaha hortaagan in dastuurka dhammaystiro. Ciidanka waa qodobo fiican wey waxa sheegta oo dhan runti oo dowladda hor yaallay shaqadooduna socotay. Dastuurka qabyada ahaa guddiyaa loo sameeyey, waa ogey guddiga madax bannaana, guddi baarlamaanka iyo guddi aqalka sare, dabadeedna 25 xubnood oo la isku daray noqdeen ayagii baa ka shaqeynayay. Waa golayaalkii matalayay maaragtay ummadda, yacni dowladdii ma maroqsan, ayagaa laga rabaa inay soo gudbiyaan oo dhammaystiraan, waa la sugaa weli. Xagga amniga waqtigu waa dhammaaday Yuusuf, maxaa la sugaa? Ilaah uu socdaa, meeqa sano uu ahaa? Waqtigu waa dhammaaday, degdeg 6 bilood aa dowladda mandateedkeedii ka dhammaaday. Muddo dheer oo qabyo aha, ilaa afti loo qaadana lama qabyo tiri karo. Adiga rajul qaanuuni ataa waad ogtahay. Dhismihii ciidanka dowladdu waxay leedahay waa habaynay, nambara u samaynay, wixii bugtahay oo dhanaan ka saarnay, bil kasta mushaarkoodii helaan, amnigana hadda tartiib tartiib isugu hayaan. Ayaguba ma sheegan weli in amnigii oo dhan marka guulahaasaa laga gaaray leeyihiin, waa la habeeyey, tababaro badanaa socda, mar dhow waxaan gaari doonaa in ay xuduudaha ilaaliyaan. Maxaa ka leedahay taas? Maya fiiri, ciidanka dhismihiisa mishaarku waa qeybta ugu yaroo kamida waay. Ciidanka dhismihiisa waa kumaan, waa kontrool, waa qaabka u dhisan yahay. Anaga ciidankeena nidaamkii Soofiyeedka ku dhisnaa, sidii la yaqaanay, nidaam wuxuu ku dhisnaa dowladda xoo hal meel xarunta looga taliyo. Hadda dalka waa federaal, nidaamkaas federaalka ciidan la jaanqaadaa la rabaa oo la yidhaahdo maxay yahay dowladda federaalka awooddeeda, awoodaha la siiyey kamid tahay ciidanka iyo difaaca dowladda federaalka iska leba, laakiin see ula jaanqaadi karta hanaanka cusub ee federaalka ah? See lagu samayn karaa? Waxa loo samayn karaa waxa waaye waxa la yidhahdo siyaasadda amnigaa jirto, taasaan u baahan in laga heshiiyo. Maaha technical, ayagaa ka mas-uula dowladda Soomaaliya. Maya siyaasadda amnigaa ku dhahay in laga heshiiyo u baahan, maaha technicalka. Ciidan la tiriyo, madax laga tiriyo, xero lagu xaray, issuga waa technical, taas waa qeyb farsamo waaye. Laakiin waxa la yidhaahdo waxaa jiro qaab la yidhaahdo waxa la yidhaahdo siyaasadda amniga in laga heshiiyo. Ciidanka tiridiisa waa meeqa? Gobolada se u kala imaanaya? Say ay bataliyanada ama guutooyinkiisa gobolada dalka u kala degayaan? Say maaragtay laysu ciidan isku dhafo ummad muunad qaran leh Soomaali u noqon karaa? Siyaasadday ku shaqaynayaan waate ma ciidan siyaasadda ku dhex jiraa? Yaa laga rabaa waxaas? Ma ciidan siyaasadda ku dhex jiraa mise ciidan siyaasadda ka madax bannaan oo dastuurka ilaaliya waaye? Waxaas oo dhan waxay u baahan heshiis inay ku imaadaan, sababtoo annaga dalkeena waxa dad badan waxay u haystaan dalkeena waxa dumiyey ciidanka inuu qeyb ka ahaa. Markii weliba siyaasadda loo adeegsaday ood ogtaho gobolada dalka qaar lagu burburiyey, qaar lagu weeraray, oo dowladdii markaas jirta u isticmaashay ciidanka inuu noqdo aalad siyaasadeed ee awoodda dowladda ay u adeegsato. Laakiin isku mid maaha dowladda xoog ku timid oo sharciga laashay oo wax kasta iyadu keligeed xoog ku haysatay ahayd. Dowladdan dowlad ku timid dimuqraadiyad iyo cod waaye dadeed, waxay samayn kartaba male awoodaha noocaasmarka sidee loogu heshiin karaa? Ma waxay rabtaan awooddii madaxweynuhu lahaa oo ciidanka taliyaha
iyo maamulkiisi xukuumadda iyo wasiirada iyo gaarka ah inaad la faragelisaan maya horta dawladda tii hore inay ku daysatay hadda aad leedahay sharci darreed inay ku daysatay rabtaa inaad ogaato waay dhaqankay leedahay tii inay ku daysatay rabtaa laakiin midaan kuu sheegaaba golaha amniga qaranka awooday ugu dayato ma heli kartaa golaha amniga ma waaqici ma yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maalinta qiyaamaha laba qolaa cadaabka loo hormariya oday waayeelahoo oo maaragtay zinaystay iyo nin faqriyahoo oo wax bakiilay loogu hormaray sababto waxaay waxaysan haynin inay isku dayaan waxayse haysaninba rabaan inay sameeyaanba tabar aysan lahayn inay rabaan inay sameeyaan waxaa saas loo leeyahay annaga golaha amniga qaranka soomaaliya wuxuu u sameysay oo hadda madaxweynaha leeyahay laysugu yimaado golaha amniga qaranka waxay tahay iishuuyada in looga wada hadlo dowladda markay timaado bilowgii ahayd oo golaha amniga qaranka looga wada hadlo la yidhaahdo ciidan see u dhisan karnaa ku dhisan habkan cusub ee federaalka ah ciidan aan u noqonin siyaasaadkii hore see loo dhisi karaa ciidan waxaas marka waa siyaasad iyo heshiis waay fiiri dowladda waxay ku qaldantaan ku sheegaa soo horey looguma heshiin oo amniga arrimaha la xiriira iyo ciidanka soo hoosgala waxaasoo dhan waxyaabihii baydhabo looga heshiiyey gobollada iyo soomaa ahayn shirkii baydhaba shir u dambeeyeyba de dhibaatada jirta waxay tahayba markii horeyba u fahamsanaynba waxa inay tahay siyaasad national security marka leeyahay amniga qaranka marka la leeyahay wax in laga wada heshiiyo ay tahay siyaasad uma haystaan ciidankii waxay u fahmeen inay tahay wax technical ah markaasay maantoo dhan waxay la soo taagan yihiin mishaaraan bixinay war mishaarka keliya maaha waxa meesha yaala waxa meesha yaala waxaa waaye ciidankan qaab dhismeedkiisa dhana in laga heshiiyo ustaa cabdiraxmaan adii xoogaalaa tahay xukuumadda hadda joogta iyo tan soo socoto midna inayna ciidankii la rabee soomaaliya dhisi karin waaqicu inuuna saamaxayn dhinac kasta le cidna kama qarsoona runta maxaa marka aad waxaa adinku saas u eg aad koox gooniya ugu saarinaysaan inay ka gaabisay taladii hayaan fiiri waxaa loo gaabinaya waxaa cidda talada haysa ayadaa ceedda u weyn ayadaa iska leh laakiin midaan kuu sheegay anaga waxaan diidanaa waxay tahay haddii kabniinka aad si saxa wax u kabay sidoo loo jeedo cid ku qabsanaysaa maba jirtaba ha dheeraata deerabta waddada laakiin meeshaan waxa ka qaldana waxay tahay kabniinkiya la qaldaa sidii wax loo kabaayo oo qarankan fiiri sida qaranjaba dhacay meesha qaranka waa jabay qaranka see loo kabaha laisku haystaa ilaa hadeertaan annaga waxaan u taaganahay marka haddii qalad lagu kabo waa in marka la jebiya hadani saas daraaddeed waxaan rabnaa codsateen oo arrimaha si wanaagsan oo qarannimo ku jirto oo aan ahayn bannaanka laga qeylqeyliyo ma ula hadasheen oo ofishali xukuumadda oo ma dhahdeen war arrimahan waa halise xisbiye siyaasiya mucaarida iyo muxaafid iyo maahane aan wax uun isla qaadanno idinka xitaa ma idinka timi ijaa laga rabaa dee sideedaba nelson mandela waxaacid kastaa laga rabaa maya maya xukuumad xukun fadhisa iyo mucaaradkeeda in talada la wadaago mucaaradku tala maba hayaba awood talo uu ku haya ma jirto talada in la wadaago cidda dadka ee ka go-do waa dowladda markaas joogto dadka inay la tashatay u yeeratay la hadasho waa u sheegay ani hadda ka horna waan sheegay xukun haddaa qabata sideedaba iridaada saddex qofoodaa ku arkee mid wax kaa raba mid wax kuu sheega oo dad kale been kaaga sheegaya iyo mid wax kale dad kale u raadinaya besaa arkee dadka wax garta oo adiga waxba kaaga baahna iridaada ma imaanayaan adaa lagaa rabaa inaad raasito waana mas-uuliyadda dowladnimaday ka mid tahay dowladdu hadday dhici weydo inaa idinku raganimo la timaadaan oo dalbataan maxaa diidaha taladii ama sheegaynaa hawadaa marinaynaa fiiri mucaaradada shaqadeeda waad la socotaa mucaaradada shaqadeeda waa taqaanaa hawada hadalka lala jaro waa caay ee maahan naseexo siyaasada maaha marka naseexada la samaynayo midda hoos laiskaga sheega fiican oo la qaataa laakiin mar haddii hawada laisku mariyoamadnii binusxika fi infiraadin un imaam shaafici wajanibni naseexa taas waa midda shaksigaa yuusuf xasan oo walaalkay marka wuxuu sheegay ama walaalkay maxamed cabdullah farmaajo nin shaksiga adoo yaadaan u naseexaynayo taas barifad waay laakiin public masiyaasada waxaad leedahay waa banaan kora laisugu sheega okay haddii aan taa ka gudubno waad ujeedaa magaalada muqdisho waxay aad dad shacabka usoo dhoweeyeen markii ugu horreysay muddo markii qadsaneed oo ayna magac lahayn cod lahayn in loo gartay 13 senator in la siiyo maqaamkiina hadda laga doodayo bal arrimahaas dadka muqdisho hadda ay aad ula dhacsan yihiin maxaa ra-yood ka qabta lama dhacsana sababtoo muqdisho senator kama maqnayn muqdisho senatarro haddii soomaaliya waa 4.5 senatarro deegaanka dadka ugu badan ee hadda lagu tiriyo muqdisho deegaankan senatarro waa ka buuxaan aqalka sare oo dadkaas matale oo ku jiraan
هديل لي ونسيك كلنا نعرفين كلا توايت. لكن مقالوين كلام مثلاً مقدش مو مثلاً. وحي مثلاً دولة جبرات برلمان صوت دورت. كان برلمان. مقال هذا على هذا يدتك. برلمان كي دور رأوه. وإيمانا يعني. ممكن برلمان كي سنة ترد وحاه رأي مئة سنة ترده. معني واحد. ما هي إن لوجيك دي هرت مهمة إن لقون ده. ما قون ده ما هي لوجيك دي ده. دورش دي ولي واحد. سنة ترده كجيرة أقل كسرة برلمان صوت دورت. حاك قلدن مركز سنة. وحاك قلدن قارئ فرسي أكل هرئي. وحاربنا أنك إن قال إلا صهور مريو فرسك فرسك محاوي مرك فرسك وحاوي ومقامك إلا ديسو مقدش استرجر كي يلا نيسا مقدش جوبرتيري ولا صوم مقعابة دقي إذا مقال هذا ومقعابد قدومية دقمة هذا ومقعابد سنتر لصوم مقعابد قام كارتان مقامك تتكي مقامك قدو ذي لاسو أدين كما وطان لأن هيبا محامر كمقام انت قدو ذي انت فيري حدا حدا حكومة دان وحيشيقيسا حكم كجوكتا تمثيلنا هنا قصة ما هي سنة ردي مقام كينا هذا كش قينا يسوع وحول ملفي عن أي مريان صلى ما أركم عارض كي إني تأودي مقدس الله جلوري شعبك أي هذا ملع لا تأمين مقامك وبرمانك ويال فيه كثيرا كل شيء مقامك موشين سيحنا برمانك يالو وأن هو قف كستو صومالي ما جور تقول قبيلة برمانك كجرونا سيحن ويالا دونك وحولها مقامك مقدس الله جهضلو قدونك هوسو دقي ويلا وفرفاي جريك نو ورياته وفرفاي جريك ما وادقين مرة باندي مقامك مرة بان هوس تسكت دقين وحال السوبي بحي وحلي هذا فيري قدوميو قبل أو ماشان جوجا أو يري شركة وحنقبنا وذا تشجع مقامك مقدسة حلك اللي قاعد ما قال أنا ولسكت دير الجارو أكتر مقام لو مصعد هذا مرك مرك حتى إذا عذين هذا مقامك اللي قاعد شقي كور مو جريه مقامك دي لقيش خلينا مقامك وقفيري واحد محله سهر مري كنا كل شيء عمرك هذا ومحله سهر مري وحله سهر مري وسياسة وصار شيء كتبه وحله سليه لمن كان سياسيين تاع كخص بحية درين تهوس تودو واحد بينا دتك قوم ما سهلودي ما بدي دني بانيك سياسة مرمر بصعوبة عنا إلا قط ده دتك الخيام كرمن هندي ده تراب كده عاب جربة كوا كده عقد أنا مني كوا هذي وحلاه نه محله دي دنتي نادي مقام كان كل شيء هذا هذا وراك هذا السوق وري لا أنسحية وهذا رتاء أمرنا قدومية برلمان كا قراره كديجي حركة ما ديجي وكلبه قرار مال ما تقو هذو هون شيء جايو قرار حركة ديجو مدعوين أنا صوصي هو في حر برلمان كوصوص على حر يقرار شك يا كم وجينا اللي هي جالين كرمان حر ما هرتوا حر لقى ما ديجي كو مدعوين لو موجود بينا صوتهم مدعوين حر وبلو موجود بينا قرار لو موجود بينا مدعوين حوالو رأي جبوا كيم صلاة وكشفينا ما يقدوميها برلمان كان كده سدح يتبان كحلب أنا لا أنسي حر كما دقينا كوي وهو كده جاي قرار قرار كي يقدر متقنا قديجا دبوجيس الدستور كي يوزيف الدستور كقدره هلو قدره وده قديجا دبوجيس الدستور سيل الدستوري اللي قدره ما نقول أي شيء هذا قديجا دبوجيس الدستور كمان كقدرته وهي كلها مقام كهوره هكذا لو تجا مارك كمبين كي يرى اللي جم وده هران وش يعني هدي مقام كي حد الله يشق كور حتى هلا كان حد وبتاجر والله وده صماع وتاجر مقام ما مقام كوا تاجرنا يوسف مقام كوا كوري بلو في عن وين هذا سدح يتوبان كإني سنصح هنا بحكم كلها يهوا حير لقى ما دقين برلمان كلها كصوبة سيف عيد جيس حير يقرر كصوبة حير مارك وصوبة سياسي سيدي وش غير كور وفعلس ده كله سكوت درال ربي فيري قبلا كلا ولا جهد الشيء نواجهه أول يركوري ماذا مركي وحال ربي غير مقدسه يو قبلا ذا يو واحد معارض شجرة أنت ماذا حل سكوت جليو لسكهر كانوا لا ميتكلوا كدرنا جرت سدح توانك وعلوس وادي ما لنت سدح توانك بلا اكستنش كعلوس وادي برلمان كلا هو ذا سكوت كان فرصة ما سياسة دواي مركز حكومة كاستحق ولا ذا هي محل فرصة ما هو سياسة وأنا قال هنا فرصة ما ذا سياسة ذا كهرني ما لم حاول ديني مد أعدادك كنا دعكرتان أنا لت ما دان وكنا دعنا ما محل هذه كلا جدوى بأنيم بوحي إني فاجين وفاجي نودي نقول أيهين أو خيانة تراب أيتها مد كلام بس كيجي ماذا حين ماذا حين ياشي أنت بدل مركز مدود كنا ما عرفته سلوغان اسكن بيني سامستان وحنا سودي لكن كان بين كان كان بين كدول ورسوعي وعن الفلينين وضد كمقدش أورياقة واي هذا رأي عام كفير أورياقة أرض كسا مكراف قل لح ما هي مكراف قل لح تي كسا ضد كمقدش يوسف وجدتك كحيرن أوكي ودوين كحيرن إسلامه هذا جدتك كرلا عنشور دبل على جق هذا دبل على جق هذا شباب كانوا وكق هذا وأكته دولتنا وكق هذا متلادنا ملها ساكن ميل او عوضان ملها ثلاث سنة دي هاد ياشان باكين وصوص على الليه فيري برلمان كنا دي جنب هادا اوكي اغلق سنة دي جنب مقدش واحس معنا ملها قول يال دي جنب ملها اكو عوضان قبرنا طوري اللي حسابتان ملها اسم بلي قود اكو ده هالان دو ملها
marka dadka muqdisho ayaan la xafrin dadka masaakiinta jidka xiran yahay jidka u dhalaayaan cashuurta ziyada la saarayo meelna waxaas ma geynayaane dadkan hadii in maqaam loo sameeyo la rabo hadii mataraad loo sameeyo la rabo maqaamka horeeyo warniyahu nin weyn oo siyaasiyan ahay aqligii in lagu cayaarana diyaar uma yihi in la yiraahdo faras iyo gaari ah waxaa soo horeeyo gaariga faras gadaana looga xiriirinayo maqaamka dad ka wada shaqeeyaan ka waran yaana weydiiyo afkaarta waa ka wada shaqeynaba oo laga wada shaqeeyo madaxweynaha wuxuu leeyahay waa ciyaal waa beri kuwa oo maqaamka igala hadlaya kuwa aanba ku dhalan waayaa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 a
كرنا ماها مقدشنا مقام كذا وحن كركنا التيرة دموع تماسيح علينا هذا يحاس يسينا هوا وحن مقدشها دي وح لوقا بطل رب ودده ذو وعده كو قدون كبرلمان كموشين كياله موشين هيالو ولو هيالا ومقام كأ ميز كأسو سهران مقام كمقدشها لجوه حمد هذه لغو صدره متلادة سنة كمقدشها مقام كين لجها هذا كور رعيده الدستور كوا على وسط في رات الدستور كوا هذا حرك أكاد هذه حركي حرك كوين حير لقى ما دين فرسما ضوح ما كرت على دستور كل مصادر حوار هذا من جيران بارلمانك هذين وقت هذا عادي هي قدوقة أو أنت حاس كسيد دينا يا وراها موضوع شعور ساكر ترى ما أركو حير كده يا هرتكو مذعينها أوجد بيان أقل كسرها أوجد بيان مذعينها أوجد بيان هرت حيرها لقدي سدع توك نفتي الحير معها أوكي وسوينا وقرار سلام بالمريان سوينا وفيك هو جن مركو حاربنا وفيك ليه كرنو ووقان لجاري بارلمانك قرنك marka aan u nimaadno doorashadii aan gudoomiyaha doorashada Xaliima Ismaaciil Xaliimiyere oo ay hadashay baarlamaanka hortiisa laba nooc oo doorasho ah sheegtay midna waxa qarash badan tahay waqtigu uu dheer yahay midna ay dhowdahay waqtigu uu yar yahay qarash yar tahay waa maxay ra'yiga ku aadan arrintaas gooba sheegaba gudiga doorashada fuundi guri dhisaamaha oo dhahay hadii intaan la keenin intaan ku bixay hadii intaan la keenin taa doorashada waa afar qodob waa farsamo waa mid uu yar waa siyaasad heshiis laga yahay waa sharci doorasho ku shaqeeyo waa dhaqaale lagu qabalaha waa amni gudiga marka waxay sameeyeen qaybtii ugu yareed ee farsamada loo keenin waxa hadii kaal la daabacana waa intaan hadii quotation wax la jeedo markii la sameeynaa waxa la dhisaa quotation wax la sameeyaa doorashada quotation ma doorashada waa shan taas qodob oo isku jirta waa guddiga marka ayagu mid aad ku male midna waa kuleeyeen mid aad ku malaho amniga ayagana wax ka qabtaan shaqadooda maaha dhaqaale inay keenaan shaqadooda maaha siyaasada heshiis lagu yahay inay keenaan shaqadooda maaha sharciyadii doorashada inay ayaga sameeyaan shaqadooda ayaga farsamada laga rabaa mid aad ku leeyna ku sheegaa marka waxay rabaan dawladda inay asturaan waxay waa asturaayaan fiiri waxayna keenin caqabadaha amniga ma sheegin aqabadaha siyaasadeed ma sheegin shaqo kuma lahana ku dhamaayo maya oo fiiri marka wax qabanaysa adiga hadaadan dhihin aniga shaqada qaybtan ku leeyahay waa intan intaan shaqada aan ka qaban karaa aniga hadaan dhahdo laakiin waxaa jiro 1 2 3 4 5 oo caqabada ah gudigu waxay sameeyeen hadaaba u sheegtay caqabadeen sawmaha maya gudigu waxay sameeyeen hoosaasiin hoosaasiin waxay dadku hoosaasiin mas'uuliyadan waxaa jira amni anaga ma hayno intaan lagama qabanin مسؤوليته waxaa jirta dhaqaale anaga ma hayno karo dis tahsiil haasil afcare marka la fi waa wax qof kasta og yahay arrimahaas kala odhan markasta amniga ajnabiga ilaali jiray doorashooyinka Soomaali badan waxay dhahayaan doorashadii waxan qabag may waxay ka dhigeeba doorashadii wax biometric registration kaliya ku xiran hadii buuga maalintaas la isku qoraan intan waay hadii gacmaha la iska print la iska qaadan intan waay waxa ku diidan taas intaas ma doorashada doorasho intii kaloo miim ka hadlay sidaa miya shaki kaga jira doorasho nooci la rabay inay Soomaaliya ka dhici karto doorasho nooci la jeclaan lahaa ah inay ka dhici karto miyada adu rumaysan doorasho anaga in qof iyo codla noo saaki wax aan ka jeclahay male maya gudhaanba iyo intaan tag dadka ka dhex ka been gareeyo oo la galo oo dadka la hadlo waxa aniga aan kalsooni ugu badan oo isku qabo in jeclahay waayaba taas laakiin fiir anaga waxaan diida meesha akista muddo korosiya la rabaa gudigan yusufow siyaasadda fiiray waxa shaqeynayo mid kororsigu maxay dhibeey mid kororsigu maxay dhibeey waa qad hadii si sax ah loo shaqeynayo maya maya fiiri oo guulu ugu gaaray hal qof maya maya markii waqtiga dhamaaday si sax ah loo shaqeynayo cid laga yiraahdo majlis waqtiga waa dhamaaday hadda fiiri waqtiga intuu bilaawga ahaa aan gadaalan ku celina shariga doorashada anaga waxaan la keenay 2018 xisbiga dadana waa fiirini waxaan ku dari karnaa ku darnay wasaaradda arrimaha gudaha noo keentay waa ku darnay waa la qaaday gadaal loo celiyay
meel aan iska dhigay, mabana soo celin meel iska yaalaba waa yaal. Waxaa la yidhi madaxweynaha wuxuu rabaa in laga bedelo qodobada qaarkood, qodobadiina dastuurkii ay ka hor imaanayan. Waxaa ka mid a qodobka madaxweynaha dadka toos u doorana, meel iska yaali. Intaasoo bilood waxaa naloo keenay sanadku dhawaad ka bacdi, haddana isagoo ku qoran tahay madaxweynihii waxaa toos u doorana dadka, meeshii buuqa ka furmaywaa lagu soo qoray. Hadda xeer waxaa la keenaan ku dhahay baarlamaanka Soomaaliya, xeer waxaa la keenay dastuur kasoo horjeedo, xukuumadiina waa soo ansixisaya, dooda haddana furantay, waa la iska daba wareega, waa tii guddi la dhiso. Inta aad Jabuuti aad gobollada aad xagga aad say u wadeen lama soo saxin, afka ii gelin. Waxayna dhaheen doorasho qof iyo codo 4.5 la qabanaa, waxaan dhahnay doorasho qof iyo coda oo haddana 4.5 halasukee waafajiyo oo laleeyahay kursigan ree hebela iskale waana qof iyo cod. Qof iyo cod waxaa la yidhahdaa muwaadin Yuusuf Xasan, muwaadin Cabdirmacad Shukuur, waana la dooran karaa, waxaanu dooran karaa. magaalada Muqdisho waxay leedahay 20 xildhibaan, qof kastoo muwaadin oo magaaladan degan yaa isku soo sharaxay, haddii liya laakiin qabiil hebel keliya isku soo sharaxi kara. Doorashadaas qof iyo cod maaha, tii heshiiska lagu hayo 4.5 waaye, taas marka waa hanaan siyaasadeed ee sharci maaha. Hadda waxaa laleeyahay waxaa iskor saaran kuraastiiyo 4.5 ah doorashada soo socota, sharciga doorashada diyaaradda ee baarlamaanka waana 4.5 waaye, waana doorasho qof iyo coda. tan guddiga doorashada ay ka shaqaynayaan mataasaha wataasaha waaba saasba waxaan ku leeyahay waaba qasan tahay dastuurkay khilaafsan tahay. Dastuurku waxaa ku qoran muwaadinka Soomaalida inuu xaq u leeyahay in la doorto, isagana uu wax doorto. Kuraasta markay sameynayeen waxaa la yidhahda kuraasta hadda la tahriibinayo, gobolada lagu kala tahriibinayo, saas loo wareejinayo. Fiiri, kursiga waxaa la dhihi karaa keliya deegaan hebel intaasoo kursi uu leeyahay. Degmada Buuleburta aniga ka yimid waxay lahaa jirtay 7 kursi waagii dowlad rayidka ay jirto, doorashada ay jirtay, magaalada u kuraasta badan Soomaaliya ahayd markii deegaan doorasho la yidhahdo. Haddii la dhaho marka Buuleburta 7 kursi ay leedahay ama 6 ay leedahay ama 9 ay leedahay ama 8 ay leedahay, dadka reer Buuleburta oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay u tartamaan loona doorto, waxna u doortaan. Laakiin weligeed lama dhihin Buuleburta 7 kursi ay taallo qabiilka hebel iyo qabiilka hebel u tartami karo. Haddaad adiga qabiilka meesha u badan tahay marka saa adi isku malaynaysid, dadkaaga soo baxsaha kuu codayaan. Laakiin reer hebel uma tartami karaan, reer hebel u tartami kara sax maaha. Doorashada hadda la wada yuus inuu ogaato waaye noocaas waaye, waa 4.5 dastuurkeena kasoo horjeeda. 4.5 marxalad siyaasadeed oon kusoo moodnay oo dalkan lagu soo moodo waaye, heshiis siyaasadeed oo muaqada oo ku meelgaarana waa noqon kartaa. Ustaad Cabdiraxmaan, haddii doorasho hal qof iyo hal coda oo sida loo sheegay ah ay deegaan kasta ka dhacdo oo dadka maalintaas la diiwaan geliyo, ilan qabiil kasta meeshay deganaayeen ayagaa imaanaya ka codayn, hadday isdhacayaan ayagaa isdhacayan, oo waqtiguna uuna badnayn, maxaa diidaya oo uga qaylinaysaan? Waxaa diidaya guddiga doorashada horen waa u sheegay in waqti lagu daro iriddeeda waa furi karaan, laakiin ayaga ma xiri karaan, sababtoo waxa ay u baahan yihiin inay ku shaqeeyaan gacantooda kuma jiraan, cid kale gacantooda ku jiraan. Ciddaas dowladda dee dowladdu waa iyadaaba la ogolay maya u ogol yihiin in kale waaye. Hadday dhahaan marka annaga waxaan u baahannahay saas in dhaqaalihii la siiyo, in amnigii la siiyo, in siyaasadda heshiiskeeda loo keeno, ayaga gacantooda kuma jirto. inaan isfahnaan raa dadka say noo fahmaan moogtaha, in siyaasadda laga heshiiyo iyo in dhaqaalo la keeno iyo in amnigii la sugo, ayaga gacantooda kuma jirto, gacanta guddiga kuma jirto, kuma jirto. Gacan kale ku jirtaa, gacantaas kale shaqadii ma kasoo dhalaalee, ma kasoo baxaysaa, arrin kaleeto ayaga go-aankaas ma laha. Hadde shaqo ayna lahayn maxaa dusha uga saaraysa? Ayaga saartay dee, ayaga saartay. Waxaa la rabay inay iska dhahaan, waaba kuu sheegay inay dhahaanaa la rabay. Annaga shaqadeenna waa farsamo, farsamadiina diyaaraan u nahay, laakiin howlaha kale maqan annaga nuguma xirna. Maxaa marka wuxuu ayna lahayn inta xagga iska dhigno tan farsamada ay ka hadleen keliya xirfadeeda, maxaa mucaaridku u taageeri la'yahay? Fiir, waa hoosaasin, waa kuu sheegay inaan isku celcelinna waxba soo kordhimayso, waa hoosaasin. Mas-uuliyaddii kaloo fashalka ehdaal waxaa lagu hoos qarinayaa tan. Tan waxay weydiisay hal maalin aan ka jawaabo, hal maalin ayadaanba abaarna anaga, hal maalin waxaa tiri regeneration in la sameeyo, yaa damaanad qaadaya goobaha ay leeyihiin codbixinta laga sameynaya, ammaankeeda yaa damaanad qaadaya.
وأرمي كهر لها هذا دونه يا مي يا سيد أذان كوي يا وحان إنس ويديرنا أجنبي يا إلى الجري يا دولة الصومالية هذا ما ذي على غرابة فيري هدي لي هذا بتو لأنا وحلقينا يا هل ما رجيس رأي سمينا يتوان ديجان دورشنا لا عيمه توان كاس ديجان دورش أمني قد إني إلى على بتو لا أجنبي مت جوجي يا على غرابة هي على غرابة هذا ما ذي ما يدور بتو على غرابة مركب بتو أن دورشي لا جرح الله صومه ولا جله شيء هذا فير هدي وحن كل شيء وحوي إن مرك هالكاس مالين هدي لي هذا وحلاقة عضينا يا دقمة بولو برت أم حلاقة عضينا يا دقمة جلقسي أم حلاقة عضينا يا دقمة بيدو أم حلاقة عضينا يا سيد هذا الشيء دقمة مارت لوق حلاقة عضينا هدي له لوق أمان كذا إنه سوين هاي وأذي كرسي كتر تمايا أود ولا إذا أنا كتر تمايا وحسب هؤلاء دمنا والله هدي دهنا وقتنا والله يستوي والله واحد دمنا أيق ليهين وتضرب بلاد أم سيد بلاد عصنا أنت السوق مرة ما يكرم سيقول مين هاي وحافظ على لوقه وما تضرب لوقه منا ساز دردد دور شقف في عود إنرجي نهائي قاعد الناس غير قاعد مشان كمصر صعته نمن كان وحال أتليس دور شد عن تمدي هري الله صام رئيس هو كما إمام كرت هاد ولا لو قف قرط دور شو ينكسو مالي قرط مريع كرتين كتب هذا مدر عن توحي الصام هو المكينة يعني أنا بكل شيء قال يا كينة إيه كان كودة مية عرت دور شق قابل ويمت وأكت الدرن دور شد قابل كتيم لو كن اللي بيته ممكن ينقابل كتيم لحيته ممكن ينقابل كتيم ما نديت كان نمن كان دولة هاد جوجل سيوحية إني وح كفي عن أي كينة من كينين dadkii soomaaliyeen oo sawir milaad annagana waa sawir milaad hadu waa wax ka jira lama arko maal isugu intaas laga ah calaamada madar fi sahab hey adaa iga cirko wax baad leh rooba daadaa intaas ka gudubna fiiri cirko wax aad leh daa tira rooba ka soo daa anima ka akhrisana anima ma hayna di calaamadii ma hayna doorasho qof iyo cod ah okay adii aan ka gudubna taas ustaa abdirahmaan dalka dawladda shisheeye ayaa cid kasta taageer ka hesha أنت يحضرنا لما أقول إن حزبينا يركلا يحاول قتري أنا قرب كم إذا قربه يقول ذا عربي ذا ولا لهنا هاد الله نكون حق لنا ما حق جرى أنت ما حق جرى لما أركو وحتى الدولة ما يعيدوا شيء كذا تدرب تدعو بها أنت أنا الدولة تاجر سن أما حزبينا تاجر سن أما أنت تاجر كسوين أما أنا تاجر يسمى مجرتو لكن دتك قرض وحي أخر كلام واجرا سياسة الرماد دي بدأ أنا جا سوماليا مركي عرفتي ما هذا ما له أربعة ما له أمره هذي الربع وها أربعة ماشي تقليدي هذه سومالي جوج جرت سومالي الله ينهي ستجري دول سوماليا دول ده درس الأهجرو دول نسكوها يان حدودنا نسكوها يان لولا سياسة نكده حلو وهجرو على تحالفات الهجر تاجرتو يوسف وأكتر تاريخ ذا هذا أتقنا دولة الصومالية مركي أنور السعداد أو جري عربت أنا حرير في أجرتي دولة الصومال دولة كلية وحيد حرير كمصر أنا نجرني هاد ولو حتى أنور السعداد تلابيب كده وعربت أنا السودان يا دولة يا دولة يا صومالي صدق حاجة دولة لكن دولة دي أنا ما أسنجرين أنا قفير وحاجر الدولة ذا على ناي حلف استراتيجية أو مصالحنا نقدر حيسو مهم ما مصلحة هذا مركز إني ساكت. مركز وحل هذا الدولة دي ساس هاي. على جري. اللوقف. فيري مصر هي سعودية وحيقولي قد هاجرين دولة ده الصومالي إسقاسان بوريستان. تقالك تضربات تضربات. لكن دولة حرير لوجر هذا ما الحرير. تقالك تضربات تضربات. لكن حام والجابي ما ذا. تقالك تضربات تضربات أي قاعد أنا رصفنا أي قاعد نتاجر من هو بينو تاجر إذا من ذا قارن هو تاجر. ما عافيش الدولة جاي نقول له بجرينا تاريخ ذو أقرسي ماذا حينا كستو مريكان جعف النميري أول سعدات بالفيس أمريكي أتقان وحي كله بجرينا ين إلا تاجر دولة سومالية يرجيم كي مركز دولة دي كعان كي ملة ترجع أننا مركز عدد أهان يترى أهان يأود سياسة أهان بالدولة ذو أن وحياب لمركز يوسفو إن جامعة عدد عربت أيضا ولا فريو جامعة عدد عربت يا كجرو دولة أفريقيا ومعني جامعة دولة عربت يا كجرو معني أفريقيا يونيون ما هنكوضع إن الدولة دي سومالية دي دو إن الدولة دي مصر وعضيسو أو أي إتوبيا كورا لقليسو سياسة صوت أنا وانو قوع صوتها وقضب لابو دولة كلاو حصواب بعد اللي على قدر أو سومالية حرير كيدا سياسة داد أما الدبلوماسي تاريخ دا ميال وجرت أنا جرين وأيضا نقول عصب أقول لك إذا كنت جرت دولة عربية وطاقيرة هذه مصر مالية هالقرية
انت تبرت هذا عيدا صوماليا عيدا كذا كميدة هانجري هذا وقتها جاليد حق لها صوماليا كميدة هاد مركز أيجا إمارات هي كلي يا أنا جا تأكل يجرين قدر كقيبة ما قدر دولة أنا جا تأكل يجرين قدر وحمد تأكل يجرين أنا جا عيدا تأكل يجرين ما يا وحنا كذا تأكل أنت أموال مت سياسة واجس عيدا برضه قالمة هي لكن حرير دولتي حرير كفي عن صوماليا اللي هانجرتي كميدة هاد لما أنا عربتها وارون سعودية عربية هي مصر هي إمارات خاصة الشيخ زايد الله يرحمه نعم الشيخ زايد ملك فيصل هي عبد الناصر السادات وحي صومالي أقلين هي كويت كل والأقية أستاذ عبد الرحمن نعم. لكن قدر مركب بركة هي خير كهشة أيضنا كانت هذه كقاعدة يهور مركة وكو صابيرتي حقيب صابيرتي والذي هي كلا والله في القاهرة شركة نتسمك على وقبتي شركة عرتي جوكتي كي أنقس بهيسكي نالي جوكتي dowladdu waxay ahayd markasta arrimaha Soomaaliya dib u heshiisiinta ka shaqaysay ahayd Saudiiga saas u ahaa ee Sheikh Saad ayaa sheegay Imaaraadka saas ay ahaayeen xaqi anaga qadar maalin caawisay ma hayno qadar waa dowlad ka shaqayso qalalaasi in la sameeyo kaliya waxay ka shaqaysaa waxa cadeyn waa adduunka wax urade lama caamusha cadeyn waa hada inaan kuno waxaan hadiga urur adii dowlad idin la macaamisha ay idin taageerto dowladahaas walaalaha aanahay madalan ka soo qaad ma qallaasi dowladdu ay tiraahdo qallaasi ka shaqeynay saxa maya dowladda qadar sideedaba dowladuhu markii carabta la joogo qaarba si ay u shaqeystaan qaarna si taqliidi iyo tradition ay u shaqeystaan G2G oo dowladay la macaamilaan qaarna waxay la shaqeystaan mucaaradka iyo kooxaha iyo jabhadaha taas way qadar xafiiska daalibaan waa ka furiyay ka Hamas ma ka furiyay ka Hezbollah waa ka furiyay ka Qaamsimin waa ka furiyay ka jabhadaha laakiin ayaga waxay saameyntooda waxay ku raadinayaan inay nan state actors ka marba taageeraan dowladda taageerta qadar maba ahayn bisidaba dowladdeeniye waxay ka dhigtay waxay rartaa dowladdeen inay u isticmaasho nan state actor inay tahay inay tahay koox Soomaali ayaa tabaane maxaa loo isticmaali koox inay tahay waxa loo isticmaali kara koox dadka lagu dhibaayo oo dowlad kale lagu dhibaayo oo xiriirkooda lagu xumeynayo dowladdeen hadda waa aalad ay dowladda qadar u isticmaasho inay dowlad kale ku dhibto saas tiraa Saad Raxam ma waxaan rumaynaa dawladda oo dhahaysa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur iyo tiimkooda iyo Imaaraadka taageerto dawladdii qasayaan oo ayadoo calaqaad fiican Imaaraadka iyo Saudiiga iyo ganacsi aan la lahayn intaas oo sana oo rumay karnaa marka ayaga Imaaraadka horta Imaaraadkan taageerayaan nimanka filaa Soomaali waa ka saar lahayn nimanku waxaan ugu haystaan lacagta qadar waaye meeshan ay ku joogan wax kale ma ahan ilaa luushkan ku bixiyaan habeen har habeen dadku ku haystaan ما يا عدر ayaan ka badin waxa la doortay waare waxba kuma darsan sababtoo ma taqaana qadar markaas taa kula weyn iyo adduun laga ma haynin sidii qadar noo soo gashay lacagteeda kan rid xataa fiiri galmudug iyo xataa hir shabeel istiqraar heleen doorashada xataa waxba kama dhicin la mucaarad wala muhaafad wax dhibaato kama dhicin si ismuud oo caadi dabiici u dhacday labadaba laakiin nimanka maalinta lacagta heleen kan rid xaafki rid bay dhaba rid ahlu sunna xabad ku rid kan kici ma la dhigi karaa dhinacyada dhan lacag waa heleen lacagtii lagu kala adkaaday qadar waa iska muuqal ahayd imaaraadi qadar imaaraad lacag badan haddii imaaraad lacagna siinaysay Saudi hadii lacag hayaan qadar kuwan waa iska bixi lahayn taas waxa ka jira lama arkay hadaan ka gudubno taas Ustaa Cabdiraxmaan madal ay jirtaa xajir madal madaxweynayaalkii hore ay hormuud ka yihiin iyo urur kale adigu ururkaagu ka mid maaha madasha maxaad ku kala duwantihiin wabee waxaan kala duwanahay waa inay madalihiin anagana xisbi wadajir la ilaahanahay laakiin waxaan iska aragtinahay dalku inay doorasho ka dhacdo xilligeeda ka dhacdo si nabad ku dhacdo dadku si nabad ay ku tartamaan waliba madaxweynayaasha madaxweynayaal waxa way si dimuqraadi xuk ku soo wareejiyay oo si nabad xuk ku soo wareejiyay ka taasi aadidan macalku xukunka ay cid kasto ogashaa taas oo Yuusuf Xasan oo mise afar bilood ah waxa ka dhiman doorashadii baarlamaanka waxna ma hayna saaki saaki aan taaganahay December mandate ka baarlamaanka waa dhaca waa la cadeeyay
والله ما عدينين ما المها صوص هذا أركب دوت وحدي دورة وحكو رفنا سنة دي برد دورة شاس كده رفنا يوسف أول من الأول تهتاس قال هذا واحد جوتي شريف حسن أنا واحد اللي معناه وبرلمانك كوجن أنا وقيدي وأنا وتعني هذي وهو سيد حسن أنا كبر رفته وشريف حسن وسيد حسن واحد نجيلي سلام أركب مش غير كرتي أوك هذي ما نفي دود دوارنا ما ذي مايا جوك إجدا نص واحد الله اللي يري إجدا عارنتي نكسيني إسا بق شاب هذا لو رفتي سيدي إن لو ذا أنا كم بارم كده معن إيه فرماجين وكبح ماشي وكده معتي وريزاري كتو فيري واحد يان لسلو جوينين حاد ماذاش كوكل دوينتي المرك ماذاش هو حان كوكل ما هي ماذاش هو حان كده ده سكو برنامج سياسات برنامج سياسات قارو كل دوينه ما مدا فيني قالوا ذلك سو حكومة وهاي ما كان أو له واحد لاقبتي واحد لاقبني أنا جاني مني إنسان ده عصبة وفراشة وطلع ذلك هدا إني قبطان ربعنا هاي سكو من منهم بقى سكو أرتي سياسات غيبها قارك منين لكن وحيا لب بدنه إسكو وافقسن هاجرو وأنا كود الشقينا وأنا كود الشقيد وأنا وحقوم يمسد ذلك إنسان نبض الدورة شال لوقا قبته يوسف وهي رئيسان اللي ما هايو ما هاينو نمن كان ماشان جو وحيا ربان حكومة يا مدرشة يا دينكو إسكو أرتي كان نقطان الدورة شال اللي قبته سو إسكو مال ومسعة تان مركز ودو دو سو على هالسكان كان هذا حكومة دي وحال رأينا هذا وارتلان ربنا دورة شادي شال مدن حشقة كعلي وردي كعد لما تو وقتينا كعد لما ضو دورشدين هذا قبل كريم هذا رأي أحد إسك صادق لبذا مذهبين سفي عن هذا أشياء جنبه ورماشان أنا جم مذهبين هاجر ثلاثة ذلك أنا سنة بذا كور يجي دورشان اللي كور يجي يكور يجي وتعبية لكن نينا وحرميسين خيالية حوا كجوي كرت هذا ذلك أما يتحاول رحم عارض كسكرد عين حوا كجوي كرت هذا دورشان لقدر سنة وضد كل وقعنا ملاقيها بقى إني ما يعرف حق ويدي أفر ديسمبر وما نديك برلمان كده عم بيشان جونا هذا جولاي متجونا وحادي من أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر أفر بلاد دورس برلمان كده من سالو قبنا حد إذا إيشان بلاد هدي دي بقول عاد لما لها سيد أول بقول عيد كده وهاي سويدين حسن شيخ ليح بلاد أو دي بقول عين كست دورش سعتي شيخ شريف وغيرا سنة دي واحد لجره كم بلا أكورد كده الديمقراطية هنا ده حوار لو قالوا إيمانها شيخ شريف دستور كله جمصة ما يعني شيخ شريف دستور كان قبيوها أو هو دستور دستور مجرين وحاجري حدكم الجارة هالكيس أنا وحلوشي إن دستور رسمي وحلوشي استقال رزق أم سامليد إن كود هلا دور شد قاب كده إن جودها ذلك دور شد أول بنان كلوقة بجرا لوقة بتلوشي هالكاس أنا وحيا لب نيجي أتجوني اللي بنانه هينه وحيا لب ده على قبتي دولدا أفر سنة هي ستة إذا دستور كي أجرو إذا جوالد إديسينهين ayadoo dalka doorashada lagu qabanaa ayadoo gobol lagu qabtay timid maxay soo kordhisay waa waxba doorashana kama hayno yusufo dadkana waxa la rabo waxa waa si loo joogo in la yiraahdo laakiin hal mid aan meesha baaq ugu diraanay cidda oo waqtiga ku socdo waa nimanka filaa Soomaali joogay ay waqtiga ku socdaa anaga nagu ma socdo cidda mandateedkeeda dhamaanahay ama mudduxleedkeeda sharci dhamaanahay waa ayaga haday iska raarideen gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo gudiga doorashada waa isla socdaan waa hal jabhad anaga xisbiyada dowlad goboladeed ee aqalka sare waa isla socona anaga waxaan taaganahay war doorasho hal la qabto hal laga heshiiyo qaabka lagu qabanayo fiiri madaxweynayaashan intay imaadeen waxay dhayn doorasho anaga qof iyo cod ma qaban karnay Soomaaliya aan ka tashay qaabkii waxaan diyaar u nahay in la yiraado doorasho qof iyo cod oo la qabanayo meesha ma jirto waa lagu fashilmay دولدوا إن قرتها ما نديت كي دورشة وقف كي عك إن خفشل أنت. ساس دردد وإن ده هذا سؤال ودي جوابته على ماي وإن دهان وحنقبع هن هاي دورشة دي قف كي عك هذا لا ما غبكره وأنا نوم وقتا ما لا يغبكر إن مجرته سين دورشة لو أسبوعنا يصير مدحولات كوكا بنا مركي لسكي ما ضل ولا هلو يوسف وحاك صباحا لكن فيري إن ما كان دورشة قف إن ما عدنا ما غبكر ترى ده هاي ترى إن لا يهشنا ما أقوله محاسو بحا نتيجة مركا محاواي أنك عن ماشي إسكي جوغنو أه واد مقلي سادة ريبزار كوين كامل يدوحكو هالله بارلمان كان إلا بارلمان لصوت دورتي أو كأي ماذا ماشي نافقيني سينو أه وزار كوين كواني لما قحابي محويني ماهد لين أساقال دورتي سوليه دوسارن تهي ومهضلو قدوميها بارلمان كان ومهضلو قدوك دورشادة يهولي إني سعدانا دادكو واركان موقتا معارضك وحليه أيجا أفكي ريا آخر كان والله سكو إيمانا مركز في حلاوة مشارك من دورش صعدة ماي ماي هذول دورش صعدة معارضة ماي 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 ده تدبر أنا فوق أنا عسان سيد بحب صعدان من دورش صعدة مركو حليه عزبيه ده أيجا أفدر آخر كأيجا أنا والله سفهم الدونا وقتي الله يستاهل ماي ماي دورش صعدة ماي دورش مو صعدة لكن ما صعدة قابك وحب صعدان قاب كهدي ده حب صعدة رجال القبائل وحب صعدة ملا يس وحب صعدة ملا دورش مو صعدة
dadka yuus waxay yaraysay dadka deadlow ku socda, dadka wadda mugdi oo ku socda, wadda hore ka xirin oo ku socda. Waana arkaysaa qof walba xataa kuwii dowlad taageersanay hadda qeylinaya oo dhahay war dalkan ha laga gaaro, annagana waaba keeni doonaa inaan bulshada Muqdisho ku dhaqan abaabulno, sababtoo culayska ugu weyn meesha ku dhacayo waa Muqdisho. Kicin iyo fidno in loo aad horseedaysaanso looma arkaya. Waxaan rabnaa hadda ka hore korkeena ku dumtay marana sida inay dhacdo. Waxaan rabnaa si badbaada inaan kala baxno, because dadka Soomaali Yuusuf hal mid in ogaato waay dabiiciyan garantid waxaa la yidhahday waxay u qaateen inay doorasho afar sano kasta iska dhacayso. Dhibaato marka lagamaba cabsadaba, hadda waa markii ugu horreysay dadku walwal ay ka qabaan inay doorasho dhici, dadkuna way ogyihiin annagoo mucaaradkan inaan doorasho la-aan yeelaynin. Dowladduna waxay rabtaa doorasho inay qabato marata xukun iska joogtay rabtaa. Walwalka hadda aniga maalinkaas dadka hadda ii yimaado oo siyaasiyiinkeeda ku adkaysato idinkuna kiina ku adkaysataan, maxaa dhacay? Waxaa dhacaya in laysku hor yimaado, sababtoo ah farmaajo hadduu xilka ka dhammaado, xildhibaanadana xilka ay ka dhammaadaan, nimankan guddoonka oo isjaxaarinayo le annaga cidda hor imaan kartana arka baarlamaanka go-aanka gaaraya inuu baarlamaan go-aan gaarin waa ogyahay. Baarlamaan wuxuu go-aanka gaari karaa wixii asaga ka baxsan. Laakiin mandateinaad iska hor imaad bilowdaan ayadii oo xil wareejin soo dhowdahay iyo doorasho soo niman fawdo horseeda ay uma ekaanaysaan markaas. Xilwareejin soo dhow aw yuusuf day taalla markii doorashada yacni meesha doorasho kama soo socoto. Saas daraadeed maalmahan aniga dadka igu badan ee igu yimaada ma aha keliya siyaasiyiin, ganacsato leh, odayaal leh, dhalinyaro leh, walwal waxay ka qabaan kulligood inay dalkanu dhibaato ka dhici doonto, oo xataa culumo qaarkood leh waxay walwal ka qabaan inay dalkanu dhibaato ka dhici doonto. Wax faraxsan ma jiraane, sababtoo kuwa faraxsan xataa way aad uma muuqdo. Wadda lagu kala baxay xilligan oo kale aniga kambeyn aan ku jiray, magaalada Boorarka ay ku dheganaayeen siyaasiyiinta dhan aan kambeyn ku jiray, jidadka magaalada annagoo mucaarada way jirnay, oon dowladda madaxweynaha mucaaradaynay, oo doorashada dhexda la soo dhigaayay, oo gobollada la tagayay la wada hadlayay, oo laga doodayay, wax saaki furan wadankaa. Rajada ugu dambeyntii aad muujin kartaa rajada oo Soomaaliya hore ugu socota waxa waaye dadka talada hayaa inay caqliga heerkulka dalka oo maraya warkama hayaan inay usoo noqdaan caqliga iyo mandiqa iyo rashinaalka inay usoo noqdaan, ay dhahaan waxa dhexda inay soo dhigaan, ay ogolaadaan in dadka ay talada la yeeshaan, oo dalkaanu sidii looga bixi lahaa inuu wadda mugdiyo galo ama gacan ka hadal ama iska hor imaad ama buuq intuu geli lahaa inay dhexda soo dhigaan talada, dhahaan war annaga doorasho qof iyo codana ma qaban karno, waana ma haynana mas-uuliyadeediin annaga hadda ma qaadi karno. Weydan maxaa dhacay hadday dhex weydiiyo alternative waa la yaqaana muxuu yahay waa in dalka talada loo sameeya talowsan maana idoo ictiraafsanya ma jirto taasi beesha caalamku u yeelimaya ciidamada jooga ama soo beesha caalamka maxaa naga galdasay bal maciisa cadara ku joogtay inuu ku raay karta mar hore la dhihi lahaa fawda bilaabanaya hadda aamusan joogi soomaa maya beesha caalamku ma cidan sharci hubka iyo qoriga waa dhammaaday beesha caalamku ma cidan sharci ahayn dadku ku horay kartaa qof aan sharci ahayn oo dastuur haysanin oo mandate haysanin ma dadka korkiisa ku hay kartaa anuu kor haysada waa arkaynaa ma jirto aad iyo aad umahadsantahay ustaz cabdiraxmaan adiga mudan barnaamijkii garnaqsi ee toddobaadkanina intaasi haynoo joogo waxaa marti noogu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir mahadsanid ustaad cabdiraxmaan